دكتور حضرتك بتقول الأورام، هل المبادرات الرئاسية دي شملت أورام تانية ولا بس أورام الكبد؟ الكشف المبكر عن الأورام اللي هي مبادرة سيادة الرئيس دخل فيها أكثر أنواع الأورام انتشارا في مصر، وكان منها الكبد ومنها الرئة. طبعا حضرتكم عارفين ان الرئه اسباب سرطان الرئه او اورام الرئه السبب الاساسي هو التدخين. التدخين، واحنا دلوقتي في برنامج قومي ايضا لمكافحه التدخين او الحد من التدخين والتعليم يعني مع الاسف المدخن بيقعد يدخن سنوات طويله حتى تحدث مضاعفات من التدخين. التدخين هو السبب الاساسي لسرطان الرئه. وبيخش فيها سرطان القولون، وده بالحقيقه بنظام غذائي جيد وامن، وزي ما الاستاذ مصطفى قال البحث عن الاسباب التي قد تؤدي الى مثلا مصادر للطعام او الشراب التي تؤدي الى نوع من الاورام في القولون، ثم سرطان الثدي عند السيدات، ودي كانت المبادره الاولى والتي ادت الى اكتشاف يعني بعد فحص ملايين السيدات اكتشاف حالات مبكره جدا من اورام الثدي وتم علاجها وكانت في مراحل مبكره جدا والتي تضمن الشفاء باذن الله. ثم ايضا احنا قلنا القولون، وثم سرطان البروستات عند الرجال، وده برضو في برنامج الكشف المبكر. كل الابحاث وكل النتائج بتقول ان الكشف المبكر يؤدي الى الشفاء. لان طبعا المراحل الاولى من المرضى بتكون اكثر قابليه من المرض تؤدي تكون اكثر قابليه للشفاء. حبيبي